حلوين، تعال ناخد بقى حتة تانية. بيقول لك ايه، ركز معايا، وتأتي قبل الاسم الذي لا يعد وتشير الى كمية قليلة. There is a little cheese. ده في جبنة قليلة بس مكفية. مكفية هتثبت لك. I will make you a sandwich. هعمل لك ساندوتش. هعمل لك ساندوتش دليلها مكفية. اما لو مش مكفية هقول لك مش هينفع اعمل لك الساندوتش. كيلو جبنة بـ8 جنيه ونص. جبلك الكزمة. جبلك الكزمة. Oh, I have little money. شوف دي بقى. Little money. Little money. قليلا من الفلوس ولا يكفي. اثبت لك انه مش مكفي. انا محتاج ان انا استلف. بورو. بورو استلف. I need to borrow some. انا محتاج استلف بعض الفلوس. انا معايا فلوس قليلة in my pocket. في جيبي. فانا محتاج ان انا استلف البعض. حبايبي الحلوين. اما بقى نخش على صم. ما معنى صم؟ بعض. سيبك بقى من المعلومات اللي كانت بتتقال لكم زمان. صم في الاثبات واني في السؤال. مش شرط. ممكن صم اللي في السؤال. خد بالك من المعلومة دي. خد بالك من المعلومة دي. يلا حبيب. تستخدم صم قبل اسم جمع او اسم لا يعد. اسم لا يعد. كل ما لا يعد مفرد. يبقى صم يجي بعدها اسم جمع عادي. اسم لا يعد برضو عادي. وتأتي في الحالات الآتية. عد في الإثبات. Affirmative. There are some apples. اسم جمع. شوف. There are some apples in the kitchen. في بعض التفاح في المطبخ. يبقى صم تيجي في الإثبات بعدها اسم جمع. دي أول حالة. The doctor gave me some medicine. شوف هنا جي بعدها اسم لا يعد. Medicine اسم لا يعد. الدواء. Medicine اسم لا يعد. يبقى صم يجي بعدها اسم جمع صح. اسم لا يعد صح. وتأتي في الإثبات. تمام. طيب ممكن صم بقى تيجي فين؟ في السؤال. في السؤال. أيوة في السؤال. بس يكون السؤال بيقدم عرض. تقديم العرض. اكتب عند تقديم العرض اهو. شوف. Would you like some sandwiches and some juice؟ حط ده علامة الاستفهام. وتستخدم في السؤال لما يكون في الطلب. يعبر عن الطلب. اهو. Can. ابدأ بكان. ابدأ بكود. اكتب حبيبي. Can you, could you give me some paper and some pens? Question mark. علامة استفهام. يبقى هو حد يضحك عليك ويقول لك اني في السؤال وصم في الاثبات. ممكن صم نفسها اللي في السؤال. بس بشرط يكون السؤال عبارة عن تقديم عرض وطلب. تقديم عرض وطلب. صم في السؤال. صم في السؤال. تقديم عرض وطلب. Would you like some sandwiches and some juice? بعرض عليك. اجيب لك بعض الساندوتشات والعصير. طلب. Can you give me, could you give me some paper? ممكن تعطيني بعض الورق. And some pens. Paper دي حوار الاسبوع اللي جاي بقى. معانا حبايبي. حبايبي الحلوين. دي كانت مين؟ صم. ما ننساش بنذاكر ازاي الجرامر. حبايبي الحلوين. بحفظ ملحوظة وافهم المثال. ما قلتش احفظ المثال. بحفظ الملحوظة اللي انا هستخدمها وافهم المثال. افهم المثال عشان يتولد عندي شعور الاحساس. حبايبي وحل جمل سهلة وجمل صعبة. وتحل كتاب اكسن كتاب مستر النجار. وتصحح معايا على قناة اليوتيوب. يلا حبيبي نشوف اني بقى.